السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بالطبع يعني لم نكن قدمنا لنكتب أو لم نكن عدينا كتابة للدفاع عن أبو حسين. لسنا في حاجة طبعا لإبراز دور أبو حسين النضالي عبر العقدين الماضيين، فأبو حسين يمثل بالنسبة لي مع رفاقه مثل نخيل البحرين الواقفة التي ماتت وهي واقفة. يعني المجموعة، مجموعة 13 من عانوا من الاعتقال الأول في شدته الرهيبة وفي صلابة مواقف السلطة وفي تعامل السلطة مع هؤلاء البشر الذين يعني نعتبرهم نخبة الأولية لانطلاقة 14 فبراير. أبو حسين يعاني اليوم في هذا السجن مع الأستاذ حسن مشيمع والسنجس والجماعة من أمراض قد تكون سابقة على دخولهم المعتقل أو لاحقة على دخولهم المعتقل. في كل الأحوال هم يعانون من أمراض نسميها إحنا أمراض ارتبطت بالسجون، يعني وجدت وهم في السجون وسيخرجون إن شاء الله، يعني أملنا كبير بأنهم يخرجون ويتعاطون العلاج بشكل طبيعي على الأقل مع أطباء في البحرين. أبو حسين يعاني من ضعف شديد في النظر، يعني أصابه واستمر معه إلى أن وصل إلى درجة يعني نقول عنها أنها مخيفة إلى حد ما، بأن يخرج بعدين يعني ما يلاقي ولا بصيص أمل بأنه يتعالج، بالإضافة إلى إصابته ب يعني تصلب في أطرافه، وهذه أمراض كان يتعاطاها أو كان يتعالج عنها أبو حسين مع طبيب في خارج البحرين إنجليزي ومن ثم مع الأطباء في البحرين. لا نحتاج أيضا لإيضاح الدور التاريخي للمناضلين 13 وما بعدهم وما أدوه من دور يعني لإنعاش ثورة هذا الشعب والوصول إلى ما نحن فيه الآن. مؤسف اليوم الوضع في البحرين، يعني خلنا نقول بدأت تهبط وتيرة النضال أو وتيرة العمل السياسي. نتمنى لأبو حسين أن يخرج وأن يتعالج مع بقية الرفاق داخل هذا السجون، كما نتمنى لهم ما يتطلعونه من تحقيق نتائج حقيقية على هذه الأرض. ويكفي أبو حسين فخرا بأنه انسجن 3 مرات ولا زال يقاوم. نطلب له العافية والصحة إن شاء الله. نحن في الجمعية البحرينية في التجمع الوطني الديمقراطي طبعا ناشد السلطة السماح بالعلاج للرموز السياسيين الموجودين داخل والسماح لهم بتعاطي العلاج وفقا لأجندات على الأقل نسميها احنا دولية يعني محايدة تسمح لهم بهذا التعاطي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.